25 ثانية قدر يطلق النار على 15 شخص. اليوم سالفتنا عن كوستا، طالب في المرحلة الابتدائية كان مركز وحاط حيله كله في دروسه. السالفة ما فيها انه تعرض للتنمر لمدة طويلة وكان ساكت عنهم، كان مركز وحاط حيله كله في دروسه. بعدين جت فترة اللي هو يا اخي الى متى وانتوا تجون تنمرون فيني؟ فقرر انه يروح مع ابوه يتعلم كيف يستخدم السلاح. طبعا ابوه عنده سلاحين وكلهم من نوعية البستول الفرد، وقال خلاص انا بروح مع ابوي واتعلم كيف اطلق. وفعلا مرت الايام ومرت الاسابيع وصار هو يطلب من ابوه انه يروحون ويتدربون، ولاحظ ان في شيء مشترك بين الاب والابن انهم يقدرون يقضون وقت فيه يعني يستمتعون. المشكلة وصل مرحلة كوستا انه خلاص صار عنده مدرك كيف يستخدم السلاح، مستحيل يضيع طلقة. فراح عند المدرسة وقال حق اخوياه اسمعوا، ان تنمرتوا علي مرة ثانية والله لا ثور فيكم. ومن بعدها بدوا الناس يطقطقون عليه وبيو بيو بيو ومدري وشو بيو بيو بيو. كأن الموضوع صار مسخرة، كأنك يعني ما هددتهم، كأنك صرت أضحوكة. شوفوا ايش يقول الآن، طلع يبي مهرج مدري وشو. فهو هنا ايش جدا زعل، مين انتوا عشان تتكلمون عني؟ انتوا اخر ناس تتكلمون عني. تخيلوا واحد بعمر ال14 يحمل ضغينة، بدأ يبي يرتب لستة وقال راح أبدأ أول شيء باللي أكرههم أكثر ناس، أكثر ناس هم اللي بحطهم في اللستة. اليوم أبي أسوي يوم ما أطلع إلا وأنا يعني شايلهم كلهم من اللستة. نبي نبدأ من أكثر ناس كرها إلى الأقل ناس ضغينة. يعني الدرجة هذه الرجال قبل يشوف أنا كم واحد أكرهه. وللأسف اللستة كانت مرة كثيرة. أنا ما أدري هل المتنمرين كانوا كثار ولا هو إنه ما كان يتقبل المزح حقهم، ولا أي أحد قال له شيء على طول يحطه في اللستة، حنا ما ندري. بس اللي ندري إنهم كانوا كثار صراحة، اللستة مرة كثيرة ما شاء الله كم سطر، وترى مرتبها على أساس من أكثر كرها اللي يبي يموت أول واحد إلى آخر واحد. حتى تشوفون في واحد منهم مسح يقولون انه قال يا اخي يو هاف ا كول جاكيت، ان جاكيتك حلو، فقال خلاص بطلع يعني لازم اطلع. وصلت المرحله انه تمر الايام وكل ما شافوه بدا يطقطقون عليه، وكان يا ليت ما قال، تحسف انه قال خلاص. طبعا السلاحين موجودين في خزنه وموجود عليها رقم سري ما يعرفه الا الاب. طبعا مع الطلعات والروحات اكيد الاب قال حق ولدنا رح جيب السلاحين رقم الحافظ هذا، او انه كان قاعد جنب ابوه فعرف وش الرقم السري حق الخزنه اللي حط فيها السلاحين. فقرر بعد شهر من الخطط، سوى خطه مين اللي بيذبحهم، سوى خطه يعني سوى خريطه عن الكلاسات والساعات اللي تبدأ فيها الكلاسات ومن وين يدخل ومن وين يطلع. لهالدرجة وصل فيه انه هو ينتقم بأكمل وجه، وقال لي يلا انا بختار ذا اليوم هذا بيكون موجود وذا بيكون موجود وهذا اللي حصل فلانية. نمشي معكم بالسيناريو. طبعا المدرسة موجودة في العاصمة، عاصمة صربيا، ومعروف ان هذه المدرسة من الطبقة المخملية، معروف عنها ان ما شاء الله المدرسة ما في حد يدخلها الا الدوافير، وهو كان دافور عند المدرسة في عندهم حارس. فذلك اليوم استقبلها الحارس، شاف معاه السلاح من رايح طلق عليه وطاح على الارض. راح دخل غرفة يسمونها on duty وشاف واحدة، اتوقع هي غرفة حقت اللي بذاك اللي براجع اللي مدري وشو، فكانت في واحدة على البيانو والثانية قاعدة على مكتبها او على طاولة الدراسة. انا حياتهم ذول الاثنين وراح غرفة التاريخ. طبعا غرفة التاريخ بالنسبة له كابوس، لانه راح عند استاذ التاريخ مرة من مرات وقال ترى كذا 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 هذول يتنمرون علي. الأستاذ سلك الموضوع، إن شاء الله يكبرون، كبر عقلك كبر عقلك كبر عقلك أبشر. وفعلا ذاك اليوم
حط من لستة الأستاذ، ودخل الفصل وطلق على الأستاذ وطلق على ذولي. طبعا هم في الفسحة يتقابلون، ففي ناس من صف رابع، في ناس صف ثالث، في ناس صف ثاني. فتخيلوا كيف هذا الإنسان قرر إنه هو يسوي خطة إنه يروح بذل الوقت القصير، يروح عندي الغرف سريع سريع يخلص الموضوع ويطلع. مين هذا الإنسان اللي يوصل مرحلة إنه هو كاره ناس أكبر منه وأصغر منه، إنه بخمسة وعشرين ثانية يدخل المدرسة ويدخل فصول متفرقة عشان ينهي حياة ناس كانوا يتنمرون عليه لهالدرجة وصلت فيه الضغينة والكراهية. وبعدها طلع للفناء وأفرغ الرصاصات ودقع الشرطة، قال لهم ترى صار كذا 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 وأنا اللي سويته، تعالوا اقبضوا علي وعندي اضطرابات عقلية. جوه الشرطة خذوا تحليل دمه، طبعا هو عشان ما وصل السن القانوني 14 فودوه إلى الاضطرابات العقلية، وصادر أبوه اللي ما يدري أن التصريح في صربيا جدا صعب أن أنت تحمل سلاح، فما بالك تحمل سلاحين. ولحد الحين ما عرفنا وش يشتغل أبوه، وش الوظيفة حقته، هل هو ضابط ولا هل هو يعني وش الوظيفة اللي عندك اللي تخليك تحمل سلاحين؟ وترى أصعب في صربيا، أصعب أن يكون عندك سلاح، تصريح سلاح من أمريكا، فما بالك يكون عندك سلاحين. طبعا ناس تفرقوا، ناس قالوا هذول يستهلون لان هذول متنمرين على شخص كان حاط حيله في دروسه وداخل مدرسة قوية وتعليمها عالي ومعروف انه هي في احد الاحياء الراقية، والثانيين يقولون لا، المفروض انه هو يتكلم من يوم ما يصير معاه تنمر، يروح عند استاذ واحد اثنين ثلاثة اربعة، يكلم المدير، يعلم اهله، يعني ما يسكت على الموضوع بل يعلم. تخيلوا واحد عمره 14 سنة يتعرض للتنمر، في باله أكيد أنه لو رحت عند فلان وقال لي لا، أكيد الثاني والثالث والرابع بيقول لي لا بعد، فأنا يا أن أحل الموضوع يا أن هذا أستحمل، يعني شو أسوي؟ واضح الإنسان طفش متجمعين عليه ثمانية مدري تسعة باللستة كاملة يجون عنده، والأستاذ ما قاعد يسوي له شيء، فوصل مرحلة انه ما في حد بوقفهم عند حدهم، انا بجي بوقفهم عندهم، انا بجي بشكلهم. فانتم مش تشوفون، هل انتم مع كوستا ولا ضد كوستا؟ هل تشوفون المتنمرين استاهلوا اللي جاهم، ولا تشوفون كوستا زودها بزيادة وكان المفروض انه هو يكلم احد او انه يحل بشكل ودي اكثر؟ اتمنى الاشتراك ويعطيكم العافية، نشوفكم على خير ويلا مع السلامة.